السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم مع بعض في برنامج السيفن سيرجي لتصميم القلب. مبدئيا كده تعريف سريع بالبرنامج وبالمحاضر. انا اسمي محمد حمدي، هشتغل معاكم ان شاء الله باذن الله برنامج السيفن سيرجي من البدايه حتى الاحتراف باذن الله. هنتعلم كل حاجه عن البرنامج، هنفهم كل التفاصيل الصغيرة، هنتعلم ازاي نبدأ في ان احنا نتعرف على البرنامج ونعرف ايه هي واجهة البرنامج، ونعرف اساسا البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن ايه. البرنامج بتاعنا من ضمن الحاجات اللي هو مظلوم فيها ان هو بيتقال ان هو بيشتغل في برنامج او مجالات القوية بس، تصميم وحساب وتنفيذ، لكن الحقيقة ان هو بيشتغل في اي حاجة ليها علاقة بسطح الارض، سواء طرق بقى، سواء تمليك شبكات صرف مية، سواء تصريف السيول والأبقال، تنفيذ مجال الصرف والصحي، وتنفيذ شبكات المية. مجالات كتيرة قوي بيشتغل فيها برنامج السيفن سيرجي بتاعنا. كمان ممكن استخدمه في تقسيم الأراضي، ممكن تنفيذ حقوق الغاز، كل حاجة بقدر أحسب منه كميات حفر ورجم من كل ده هنتعلمه. بس هنتعلم الكلام ده الخاص بالطرق بس، لأن لو فتحنا في مجال تصريف الشبكات وخطوط الغاز والبترول وتقسيم الأراضي، إحنا مش هنحتاج 20 ساعة، لأ إحنا هنحتاج 40 50 ساعة. تمام، ومش هتستفيد بيه هنا في مصر بحاجة قد ما هتستفيد منه في مجال الطرق. تمام، هو هنا مجال الطرق معروف إن هو أكتر برنامج او اكتر شغل موجود على البرنامج. تمام، مبدئيا كده احنا لازم قبل ما نبدا مع بعض في الشغل لازم نعرف الاول البرنامج بتاعنا ونتعرف عليه، ونعرف هو ايه البرنامج بتاعنا وازاي انا هتعامل معاه وازاي هو هيتقبل مني الاوامر اللي هديها له، وازاي انا اقدر اطلع منه معلومات ونتائج انا عاوزها. مبدئيا كده البرنامج بتاعي يندرج تحت مخطط البيم ان شركة اوتوديسك بدأت تطور نفسها بيه. والبيم معناه بيلدنج انفورميشن موديلنج. يعني ايه بيلدنج انفورميشن موديلنج؟ يعني ان انا دلوقتي بقدر ان انا اعمل موديل كامل للطريق او لاي منشأ، حتى لو انا منشأ زي مثلا برنامج ريفت. ايوه تمام. قلنا البانكينج انفورميشن موديلنج ده عباره ان انا بقدر ان انا اعمل موديل كامل من غير ما ادفع فيه ولا مني، بعمله كله من غير ما ادفع فيه فلوس، بعمله كله على الكمبيوتر على الحاسوب بتاعي. تمام، فانا بعمل الكلام ده كله بحيث ان انا اقدر اوفر لنفسي تكلفه انا ممكن اسال عنها. بقدر ان انا من خلال شوية أوامر عندي، قوائم عندي، بقدر إن أنا أعمل الكلام ده كله وأبتدي أعرف الشكل النهائي للحاجة اللي أنا بعملها من خلال أوامر بسيطة أنا بضغط عليها بالماوس، بيقدر هو يوصل معايا للنتيجة اللي أنا عاوزها. طيب يا باشمهندس لو سمحت، البرنامج بتاعنا دوت أنا هقدر ازاي استخدمه؟ انا عارف ان هو برنامج صعب، انا عارف ان الكلام كله مش حقيقي، البرنامج بتاعنا صعب جدا، عبارة عن مجموعة من الأوامر زيه زي أي برنامج إحنا اتعلمناه، زيه زي الكاك، زيه زي الساب، زيه زي السيبل، زيه زي الريفك. تمام، أنا من خلال شوية قوايم و كباك انا بقدر ان انا من خلالها بقدر اوصل للنتيجه اللي انا عاوزها. تمام، طيب يا باشمهندس البرنامج اساسا بيتكون من ايه؟ البرنامج عندي بيتكون من 5 حاجات رئيسيه. حاجه اسمها القوائم المنسجمه، ودي اول ما تفتحها مش هتلاقيها. تمام، انت بالظبط اول ما تفتح البرنامج هتلاقي معاك الشكل ده كده، هتلاقي المنيو بار او القوائم المنسجله زي ما بنحب نقول عليها بالعربي، هتلاقيها مش موجوده. فانت من خلال كلمه 7 سيجن اللي جنبها دي ان فيها سهم دي، لا السهم اللي جنبها بقى هتضغط عليه السهم ده. نركز يا جماعه، تمام، هنختار شو منيو بار. تمام، هينزل لي القوائم المنسجله.
تمام. القوائم المنسجمة دي بيبقى فيها حاجات، لو انا عايز افتح فايل جديد، لو انا عايز اعمل اجيك على حاجة، لو انا عايز اعمل انسيرت او فيون حاجة، السيرفي، البوينتس، السيرفيس، كل ده، البروفايلز كل ده، والكايبوري والسكشنز والبايب، كل ده انا بقدر اعمله على البرنامج بتاعي من غير مجهود. كلها شوية اوامر انا بقدر اعملها. تاني حاجة عندي من المهمة ان هي القوائم دي ان هي فيها كل الكلمات، وغالبا انا ما بستغناش عنها خالص، بنسبة 50% او 40% شغلي كله بيبقى عليها. بعد كده بيبقى عندي الكود سبيس. الكود سبيس ده ما يقلش اهمية عن شريط القوائم ده، تمام، وما ينفعش اشتغل عليه وهو مخفي او هو مقفول. ما ينفعش اشتغل عليه وهو مقفول. ايوه بالظبط كده، زي ما انا عملت كده يا باشمهندس. انت قفلت، افتحه ازاي؟ احنا متعودين دايما ان احنا لما بنيجي نفتح الحاجات دي، اي حاجه بتتقفل عندي في اي برنامج، سواء كاج سواء ريفيك سواء الكلام ده، بنجيبها من قائمه فيو. لكن الحقيقه ان احنا لو جينا نبص في قائمه فيو مش هنلاقي حاجه خالص اسمها كود سبيس. هنلاقي حاجه اسمها ديسبلاي، هنلاقي كود بارز بس، الزوم، هنلاقي البين، كل حاجه هنلاقيها بس مش هنلاقي كود سبيس، لان احنا مش هنفتحها من قائمه فيو. احنا بنفتحها من حاجه اسمها الكود سبيس، اللي هي دي. دي لازم تبقى منوره معايا يا جماعه، دي لازم تبقى منوره معايا. اول ما هقدر عليها حاجه منوره كده، هيبتدي هو اوتوماتيك يفتح لي الكود سبيس كده. طيب لو بصينا على الكود سبيس كده يا جماعه، هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها اربع اوامر منورين كده، ولازم يكونوا منورين عندي. الانسبكتور، السيكمنج، السيرفي، الكود بوكس، لازم يبقى معايا موجودين. طيب دول بيظهروا ازاي وبيخربوا ازاي؟ برضه نفس الفكره، من كل سبيس هنا هنلاقي جنبها اربع قوائم منورين كده، اي واحده هطفي فيهم هتلاقي الموضوع اتقفل معايا. لو قفلنا الاربعه هنلاقي ان كلها اتقفل، تمام، وهنلاقي ان انا حتى مش هعرف اقيد الكود سبيس. يبقى عشان احل المشكله دي لازم اخلي بالي ان الاربعه دول او على الاقل واحده فيهم تبقى منوره، تمام. بس انا عندي اهم اثنين انا بشتغل فيهم، عندي هما كلهم مهمين طبعا، بس انا عندي اهم اثنين انا بشتغل عليهم هنا في برنامج السيفل. اول حاجه البيرسبكتيف. البيرسبكتيف دي فيها كل حاجه عن المشروع بتاعي، اسم المشروع بتاعي، تمام، ان انا ممكن اغيره دلوقتي. البوينتس، لو انا عندي بوينتس، البوينتس جروب، لو انا عامل جروب بارت من البوينتس. السيرفيس، الاونلاين من البايب نتورك، لو انا عامل خوازيق، السيرفي، الكوريدور، كل دوت موجود عندي، تمام، من خلال علامة الموجب والسالب اللي جنب دي. هبتدي انزل واطلع لو انا عندي حاجة، هيقول لي ايه اللي جوه، لو انا ما عنديش مش هيظهر لي اي حاجة. بعد كده السكنج. السكنج ده في الاعجاجات بتاعتي بتاع البرنامج. لو انا جربت كليك يمين على كلمة جلوينج او على اسم الناس، مفتاح سوري، فتحت الجلوينج يمين، كليك يمين، واخترت كليك يمين، اجي جلوينج سكنج، تمام، هيبتدي يقول لي هنا انت عاوز تعدل من ايه، تمام. طبعا انا هنا بخش على يونكس انجز يونكس انجزون، تمام. من هنا بقدر اقول يا جماعه هنا انا عايز امشي من مك ولا من فيك. هنا بقدر اقول لك انا عاوز الزوايا بتاعتي اثبت من جاك ولا من جريكس ولا من ريديس، تمام. وطبعا هو هيبقى مظبطاني اوتوماتيك، لاني انا طبعا شغال باني انا فاتح اوكاج 7 3 دي 2017 ميكريك. ميكريك احنا شغالين في الميكريك، تمام، لان الامبريال هو اللي هيخليني افتح الموضوع ده بشكل يخليني اعمل اعجاجات من جوه تاني. عشان كده انا بفتحه من 7 3 2017 ميكريك. طيب بعد كده جه الواجهه الرئيسيه اللي انا بشتغل بيها واللي انا برسم بيها برسم عليها المشروع بتاعي، تمام، برسم عليها المشروع بتاعي. طيب برسم عليها المشروع بتاعي ده، وعندي القمر جبار ده ان انا بكلم البرنامج منه والبرنامج بيكلمني عليه. يعني انا بشوف البرنامج عاوز مني ايه من خلال الشريط ده، وانا بقول ان البرنامج انا عاوز ايه من خلال الشريط ده، طبعا زيه زي الاوتوكاد بالظبط، تمام. طيب لو جينا نبص نكمل سوري نكمل الكود سبيس برضه عشان نبقى قلنا كل حاجه. الكود بوكس دي غالبا بتبقى ما بنستخدمهاش غير لما بنيجي نعمل كقرير، تمام،
والسلبية دي بتاعتك خاصة بالمساحة. تمام. طيب ان لو جينا نبص على القوائم اللي هنا دي هنلاقي في عندي حاجة اسمها الامبارك السلبية جاكا، لو انا عايز اعمل اسكلاب جاكا من المساحة. الباين بيس جي لو انا عايز اسكلاب بنقط السيرفيس، الاونلاين ميد بوينت بروفايل، الكوريجون، الاسمبل، كل حاجة حضرتك هتبص عليها. البايب نتورك لو انا عندي مواسير غاز او مواسير مية عايز اعديها من تحت الارض، البروفايل فيو، السامبل، والسكشن، كل ده شغل سيفن. لكن احنا عندنا ان مش شغل سيفن، هو شغل كل اي برنامج اسم زيه زي الكاج، زيه زي الرابك، زيه زي اي حاجه. هنلاقي حاجه عندي هنا اسمها اللاين، هنلاقي حاجه هنا عندي اسمها البوين الارك، هنلاقي حاجه هنا البولي لاين، هنلاقي السيركل لو انا عايز اعمل الكلام ده. عندي هنا امر موف، عندي امر كوبي، عندي امر اوفسيت، عندي امر مسح، كل ده موجود عندي اكسب لوب، كل ده موجود عندي هنا ك ك ك ك كوسائل مساعدة بقدر من خلالها ان انا اعرف ايه اللي انا عاوزه، واقدر ان انا انفذ اللي انا عاوزه. طيب يا جماعة بعد كده هنلاقي عندي حاجة مهمة جدا 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 اللي هي اللي يعني ان هي دي بتخليني من خلالها بقدر اعرف انا فاتح البرنامج بتاعي سيفل ولا فاتح الاوتوكاد. لان اي برنامج عندي لو انا عندي اي ملف اوتوكاد ممكن افتحه عادي بالسيفل جدا بدبل كليك عنه. يعني انا ممكن من خلال من غير ما اعمل اي حاجه دبل كليك على البرنامج او على الملف بتاعي بتاع الكاك، بقدر ان انا افتح الملف بتاعي ويفتح معايا الملف عادي زيه زي اي ملف. بس هنلاحظ الفرق. بصوا كده يا جماعه معلش هنشوف ان هي كده مين. لو جينا نبص لو جينا نفتح هنا ملف مثلا زي ملف وهو مع بعض هيفتح معايا الملف دلوقتي. الملف فتح معايا اهو. هل انت كده تعرف هو الملف دلوقتي مفتوح سيفن ولا مفتوح كاج؟ طبيعي هتقول لي الملف مفتوح سيفن لان البرنامج مفتوح على برنامج سيفن، لكن الحقيقة ان هو مش مفتوح سيفن، الحقيقة ان هو مفتوح كاج. ده يا باشمهندس لان انا عندي الكاج سيفن اول ما بيفتح اي ملف لو هو مش متعرف عليه، او يعني لو انت تاني مره مش اول يعني لو انت اول مره تفتحه هيفتحه على انه برنامج اوتوكاد عادي جدا. طيب يا باشمهندس انا عرفت منين ان الموضوع دوت موضوع ان هو مفتوح عليه من خلال برنامج الاوتوكاد مش السيفن؟ هقول لك بسيطه خالص. من اللاير هنيجي هنا عند القايمة هوم، هنيجي من اللاير. ايه رأيك؟ شوف كل نيال مفتوحة كام نيال؟ عندي بتاع حوالي 5 ولا 6 نيال زي هما اللي موجودين عندي. تمام؟ هاجي نروح بتاع الجنوب 4 هنا. تمام؟ طب تعالى نفتح فيها السيفن اللوحة الفاضية اللي احنا كنا شغالين عليها اهو. تمام؟ شوف كام نيال؟ أظن عدد نيال نهائي تقريبا يعني حوالي 200 300 نيال أو كام اهو. شايفين؟ كتير. فمن هنا أنا بقدر أعرف أنا إزاي فاتح الملف بتاعي سيفن ولا كام. طيب الحل يا باشمهندس هل ليها حل ولا ما ينفعش؟ وهل حلها سهل ولا بسيط؟ أي مشكلة ليها حل بيبقى حلها بسيط طالما أنت عارف حلها يبقى حلها بسيط. طب يا باشمهندس هحل الموضوع ده إزاي؟ بسيطة جدا. أنا ممكن أفتح الملف بتاعي أهو وباخده كوبي، باخدها كوبي. البرنامج هنا في التعليم من أول 2015 و2016 و2017 بقى الموضوع أسهل شوية لانه كان قبل كده الموضوع بيبقى عشان تحجم لازم تجرب وتخليك ماسك الملف المتحرك. لازم تخليك ماسك الماوس وكل حاجه تيجي بينقلها دي كبيره ضغط واحده بس بالكليك شمال. تمام؟ ممكن تيجي تمشي معاه المسافه اللي انت عاوزها بجرب ضغط واحده بس كليك شمال وتمشي معاه. انا دلوقتي هحجم الرسمه كلها اهو وبعدين باجي اقف عليها كده واضغط كليك يمين واقول له لو سمحت كليب وول كليب وول. تمام؟ واقول له كوبي. تمام؟ واقول له كوبي. تمام؟ وبعدين باجي افتح ملف تاني خالص من علامة الزائد اللي موجودة هنا دي. تمام؟ واقول له كليك يمين واقول كليب وول. بس هنا اقول له ايه؟
بيسك جرو جينك جينكال كولاجين. يعني ايه الانهالي بالاحساسيات بتاعتها زي ما هي، الانهالي بالاحساسيات بتاعتها زي ما هي، تمام. وانه هنا كده هنلاحظ ان هو هيبتدي يحمل شويه، حمل بس مفيش حاجه ظهرت. قرنين ايه ليه مفيش حاجه ظهرت؟ لان هي ظهرت بس يمكن انا مش شايفها. قرنين انا مش شايفها لان انا عندي اللوحه دي كبيره جدا وملهاش نهايه، فانا عشان خاطر اخليها تظهر معايا كل موضوع ان انا هعمل له زوم زد اي واقول له انتر، زد اي زائد انتر هيبتدي البرنامج يظهرها لي زي ما انت شفت دلوقتي اهو، تمام. وبعدين هنرجع تاني على قائمة كروم نقول له لو سمحت افتح اللي هي بتاعتك، هنلاقيها فتحت كلها زي ما احنا متعودين او زي ما احنا شفنا قبل كده، بس دلوقتي المرة دي غير اسم الملف لجراوند 2 عشان انا عندي ملف جراوند 1، تمام. طب يا باشمهندس احنا دلوقتي دخلنا في البرنامج على طول، في حاجة اسمها كتابة اسمها سبلت بره، هي ايه الكتابة دي؟ يعني هل هي دي ملهاش أحد يسأل عليها؟ الموضوع مش كده خالص، الموضوع إن أنا كان لازم أبدأ معاك أو أطمح لك اللي جوه إيه اللي فيه عشان تقدر لما تخرج بره تبقى فاهم الدوالة ده عبارة عن إيه. هنلاقي عندنا في الدوالة هنا أربع أو تلات، آسف، تلات حاجات مهمين. حاجة اسمها سبارك جروينج أو جيك سبارك جروينج أو جيك سبارك دي، تمام. هنا بقول له لو سمحت افتح لي ملف جديد أنا عايز أخش بيه على طول، تمام. هنا بقول له لو سمحت افتح لي ملف جديد أنا عاوز أخش بيه على طول. ممكن أنا بقى أطلع زي الناس اللي هي بتحب تمشي زي ما الكتاب بيقول وتمشي مظبوط أوي، فهتيجي تقول لي لو سمحت أوبن فايل. هي ملهاش أي ميزة وملهاش أي عيب، لكن الموضوع كله إن الواحد بيمشي زي ما هو عاوز بيمشي. بنقول له أوبن فايل، بيبتدي هو يفتح لي الفايل بتاعي، ببتدي انا اختار المسار بتاعي سواء انا حاطه على الديسك توب سواء انا حاطه بقى في مثلا في شغل، ببتدي اشوف انا حاطط الملف بتاعي فين، ومن خلالها ببتدي امشي على المسار وافتح الملف بتاعي عادي، تمام. يعني انا ده بيبقى حاجه بمزاجي انا، انا اللي بحدد انا عايز امشي ازاي وامشي فين، وانا اللي حاطط الملف بتاعي فين، تمام. وانا اللي بختار انا اعيد الملف بتاعي فين. طيب ايه اوبن شيت؟ يعني لو انا عايز افتح شيت، طب ايه لو انا عايز افتح شيت؟ الشيت هي إيه حاجه لما بنخلص خالص من المشروع بتاعي، لما بخلص المشروع بتاعي بعمل حاجه اسمها شيت. الشيت ده ايه وظيفته؟ الشيت ده بيبقى عباره عن ان انا بقدر اعمل تقارير كامله عن كميات الحفر والرجم، اعمل تقارير كامله عن القطاع بتاعي هيبقى شكله ايه، كل حاجة عندي. لو انا عايز اعرف اللوح بتاعك هيتقسم ازاي، كل حاجة بقدر ان انا اعرفها من خلال اوبن شيت، تمام. بعد كده في حاجة عندي اسمها جيت مور تمبلكس اونلاين، دي لو انا عايز انزل اي تمبلك، تمبلك يعني صيغ ثابتة، تمام. يعني مثلا لو انا في مثلا يعني في مثلا باراجورا انا عايز انزلها من عندك شكل بقى معين مش موجود عندي، فانا عايز انزلها بخش على كيك مول تمبلكس اونلاين وببتدي انزلها. وعندي اكسبلور سامبل جراوند جنيه لو انا عايز استورد حاجه من الجهاز بتاعي، وغالبا اخر اتنين مهم احنا ما بنستعملهمش خالص، تمام. في عندي في النص حاجه اسمها ريزن ميجاكيومنت، اللي هي معناها الحاجات اللي كانت فاتحها مؤخرا، تمام. لو بصينا هنا هنلاقي ان في عندي هنا لوح انا كنت فاتحها قبل كده، تمام، موجودة هنا بأساميها. لو انا ممكن منها افتح اي لوحة انا عاوزها، تمام، ممكن افتح منها اي لوحة انا عاوزها. في عندي بعد كده اخر حاجة اسمها الكونسنت كونكت. كونكت دي عبارة عن ايه؟ كونكت دي هنا انت بتدخلها وتجيب تفرق مع الناس اللي شغالة في شركات كبيرة، يعني شغالة في شركة زي شركة المقاولين لو هما في الكويت مثلا، أو شغالة في شركة زي شركة النيل، أي شركة ليها اسم أو ورق. طبعا في الشركات من بره ببره بيشتغل بالطريقة دي. دي حاجة في تبع الأي بي لأي شركة. الأي بي بيبقى بيعمل كونكشن بين الأجهزة وبعضها. الأجهزة دي وظيفتها إن هو أول حاجة المانجر بتاعك يقدر يراقبك ويشوفك أنت شغال ولا مش شغال في أي وقت ما هو عايزك،
فيه، يقدر يشوف انت فتحت البرنامج بتاعك امتى وقفلت امتى، يقدر يعمل كل اي حاجه انت عايزها. تاني حاجه ان انت ممكن تقدر من خلال الموضوع ده تعمل كونكشن بينك وبين التيم اللي شغال معاك في الفريق بتاعك. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا لو انت عاوز تعمل مثلا يعني في شركة مثلا بيبقى فيها الناس كل مجموعة شغالين مع بعض، الناس مسؤولة عن ان هي تعمل سيرفيس، الناس مسؤولة عن ان هي تعمل الاينمنت، الناس مسؤولة عن ان هي تعمل كوريجول، كل مجموعة شغالة بشغل معين، مفيش اي حد بيخش على شغل تاني. طيب انا دلوقتي عندي مشكلة في شغل معين وعايز اقدر ان انا اوصل لحد معين، ممكن من خلال الكونكت ان انا اكلم الناس اللي مسؤولة عن الاينمنت، او اكلم المهندس اللي عمل الاينمنت واقول له لو سمحت يا باشمهندس انت عملت كده ازاي، او اكلم الناس اللي شغالة بالسيرفيس واقول له انت عملت كده ازاي. هو من خلال خبرته او من خلال طبعا ان ده شغله هيبتدي يعرفني هو عمل الكلام ده ازاي. تمام. طيب بعد كده بنبتدي احنا دلوقتي اتعرفنا على البرنامج، اتعرفنا على الواقع الرئيسية، اتعرفنا على ازاي احول الصيغة من كات ل 7، اتعلمنا ازاي ان انا افتح ملف كبير، ازاي ان انا اتعامل مع برنامج السبان، عرفنا القوائم بتاعتي، عرفنا النيرز، عرفنا فايدة النيرز، عرفنا ازاي ان انا اعرف انا شغال سبان ولا كاج من خلال حاجة بسيطة، عرفنا القوائم بتاعت الكون سبيس، عرفنا ان اهم حاجة عندي في الكون سبيس البرسبكت والسكند. هنبتدي بعد كده نعمل ان احنا نشتغل على ملف كله حقيقي، والملف ده انا هشتغل عليه مرة واحدة بس، هشتغل عليه مرة واحدة بس ان هي المحاضرة دي بس، وبعد كده نعمل اسكراجاج للنقط من الجهاز نفسه، نعمل اسكراجاج للنقط من الجهاز نفسه. ليه يا باشمهندس؟ لان الملف اللي انا هكتبه لك ده ملف تقيل قوي، لانه مشروع حقيقي اتنفذ بالفعل، مش كلام بيه بالفعل في موقع قبل كده، فهو بيبقى برنامج ملف كبير. فلما باجي اشتغل عليه واعمل له الاونلاين منت، او اجي اعمل له البوينت بيس، او اجي اعمل له السيرفيس، او اجي اعمل له الكلام ده، بياخد مني وقت كبير قوي، فانا ما بحبش كده. انا هجيب بوينت بيس معمول عندي على الجهاز، واللي احنا هنعمله هنا وهو اللي احنا هنعمله في كل البوينت بيس، بس الموضوع ان هنا هيبقى العدد اقل شويه. طيب يا باشمهندس، دلوقتي المساح بيجيب لك البوينت بيس ازاي؟ او انا دلوقتي المساح بيبقى عندي الكونكشن بيني وبين المساح ازاي؟ والله هو المساح بيبقى راجل كتر خيره بينزل بالاجهزه المساحيه بتاعته ويجي يقول لك انا وقعت لك الكلام ده، سواء بقى بالبلاي ستيشن بقى او باي جهاز تاني هو عايز يشتغل بيه، بس هو غالبا بيبقى بالبلاي ستيشن، بيبدا يوقع النقط بتاعته من خلال نقطه معلومه، هو بيبتدي يوقع بقيه النقط تمام بتاع القناة. بيبقى عندي الملف ده بالشكل ده كده، بيبقى عندي الملف بالشكل ده كده، انا ببتدي اغير فيه. ازاي ببتدي اغير فيه؟ اولا انا لو جيت اسحب الملف ده على السيرفر مش هيقراه تمام، ولو قراه هيقراه بشكل غريب جدا. تعالوا كده نشوف مع بعض هيقراه ازاي. ننزل نجيبه من قوة. اهو ده الملف اهو، هاجي هفتح بشكل تلقائي جدا وهاجي افتح على السيفن كيك. ايه اللي حصل؟ في اي تغيير حصل؟ نحاول تاني كيك، يمكن احنا بنضحك عليه. اهو هيبتدي الملف يحمل على الجهاز، بيقولني انت دلوقتي انت عايز تعدل في الكيكسك، هو دلوقتي هو قراه على انه كيكسك تمام، بيقولني عايز تعدل في الكيكسك، والله انت شايف ان ده كيكسك خلاص، طالما انت شايفه كيك هو ده اللي ظهر، اللي ظهر. تعالى نعمل زوم كده على البرنامج. ايه ده هو قرا الملف فعلا، بس قراه بشكل عجيب جدا. هل كده انا هعرف اشتغل عليه؟ في الواقع لا، انا مش هعرف اشتغل عليه كده. طيب الحل ان انا اقوم جاي بس بعدها كده واقوم جاي ايه مسحه. طيب يا باشمهندس انا هعرف اشتغل على البرنامج ازاي؟ انا بقى ما اتعلمتش. والله الموضوع بسيط جدا، من خلال ان انا هعمل خطوات بسيطه جدا جدا جدا، بس ركز معايا. اول حاجه البرنامج بيقرا عني الملف بكذا صيغه تمام،
بيقراها بكذا صيغة. طيب بيقراها ازاي؟ تعالى كده الأول نبص برنامج بيقرا عني ازاي. هقول لك انا 10 عدد لكن بالتفصيل الكلام ده كله. بيقرا عني يا اما اي ان زد قمه جنبتك و او ريسك اب نو فايل و بي اي ان زد نو بي اي ان و اكس واي و زد. الكلام ده يا باشمهندس دي الصيغه بتاع البرنامج اللي بيقرا بيها، يعني لازم اجبنه النقط من ورا ده عشان هو يبتدي يقراها. لازم اجبنه النقط من ورا ده عشان هو يبدا يقراها. طب هو ايه افضل طريقتين البرنامج بيقرا بيهم؟ افضل طريقتين البرنامج بيقرا بيهم حاجتين الاثنين البي اي ان زد. البي اي ان زد هي فين؟ البي اي ان زد سبيس برنامج معناها ان انا بقول له اقرا البي اي ان زد دي بينها فراغ او بي اي ان زد دي بينها كوم. طب ايه الفرق ما بين دول؟ ويعني ايه اساسا بي اي ان زد دي؟ تعالى كده نقرا مع بعض يعني ايه بي اي ان زد دي. اجي الصيغه بتاعت البي اي ان زد دي، البي اي ان زد دي دي معناها ان انا بقول له لو سمحت انا عاوز منك انك تقرا لي الصيغه دي على كل نقطة. ان هي ازاي؟ يعني ايه البي؟ عندك البي ان هي البي البوينت اي بي. يعني ايه البوينت اي بي؟ يعني تعريف النقطة، هي النقطة دي رقم كام؟ اسمها ايه؟ إيه وصفها ايه؟ يعني ايه البوينت دي؟ إيه؟ ما انا مش عارف، ما انا ما اجيش كده تقول لي بي ان بي ان بي، انا لازم افهم. فالبي معناها البوينت اي بي، الاي معناها الاسبنج اتجاه الاسك بتاعها، و ان معناها النورسنج، و الزج معناها الاليفيجن اللي هو من الاخر اتجاه اكس وواي وزج. يعني هو بيجيب لي نقطه في السري دي، عشان كده احنا بنقول على البرنامج بتاعنا ان هو سيفن سري دي. تمام. طب اتنين يا باشمهندس، اتنين معناها الديستريبيوشن. طيب تعالى كده بعد اذنك نفتح الملف بتاعنا الاكسل كده ونقرا اجي ان بوينت نمبر اجي بوينت اجي ان بي اي جي وان بلس 3 الى اخر. هنلاقي حاجه اسبنج النورسنج الاليفيجن والكوب. الكوب هنا هنلاقي لو بصينا هنلاقي كله اي جي معناها اكزيستنج جراوند. تمام. لكن مش شرط ان هي تبقى اي جي بس، ممكن تبقى قلم، ممكن تبقى بامب، ممكن تبقى تري، اي حاجه ممكن يبقى وصفها مختلف. طيب يا باشمهندس الكلام ده بيفرق في ايه؟ الكلام ده بيفرق لما باجي اعمل بعد كده حاجه اسمها البوينت جروب. البوينت جروب ممكن بعد كده باجي اخلي كل مجموعه نقط متشابهه مع بعض اخليهم في نقطه واحده في جروب واحد اسم، بخلي كل مجموعه نقط مع بعض في جروب واحد. طب ازاي يا باشمهندس هنعرف الكلام ده؟ كل حاجه هنعرفها في وقتها. طيب خلينا الاول في المهم ازاي انا اتعامل مع الملف ده واخليه السيفن يقرا. انا عندي طريقتين، يا اما اخليها بنظام التكست يا اما بنظام السي اس بي. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ والله الموضوع هقول لك. بص يا سيدي، مبدئيا كده هنيجي على اول سطر ده ونمسحه. تمام. كان يمين، انا اسف ان انا عندي البرنامج بالعربي. تمام. بس هي الظروف بقى اللي نازلين النسخة اللي نازلين بالعربي. هنيجي نعمل له مسح وحذف من أعلى. تمام. أجي مسحت أول جزء عندي اللي هو اسم النقطة والـ E والـ N والـ Z والـ كوب بتاعها. تمام. بعد كده هنعمل حفظ للملف. هنحفظ الملف ازاي؟ عندي قائمتين بحفظ بيهم الملف عشان الملف يقرا. بنيجي من قائمة ملف طبعا هتلاقيها عندك على الشمال. تمام. بس انا عندي عشان النسخه بالعربي هتلاقيها على اليمين. هنيجي نختار سيف از او حفظ باسم. هيفتح لي قايمه. القايمه دي بيقول لي لو سمحت هتختار تحفظها فين؟ فانا اقول لو سمحت احفظها لي على سطح المكتب. تمام. وهيبقى بالاسم ده وخليها لي بالكك حرف تي كده اهو، ونقول له ككسك كاب جنبتك. ركز في الكلام اللي بكتب هي دي الصيغه اللي انا عاوزك تحفظها لي، واقول له لو سمحت حفظ. بيقول لي هي تبع حاجه تبع البرنامج، وانا بقوم جاي قافلها كده مش محتاجها في اي حاجه. تمام. ونفس الكلام ملف او الفايل حفظ باسم او سيف از. هنيجي عند نفس الكلام هنا ونيجي نختار هنا سي سي اس بي كما جنبك، ونيجي برضه في سطح المكتب
بنقول له سير نفس الكلام، نقفل تمام. دلوقتي انا مش عاوز اي حاجه من الملف ده، انا ممكن اقفله خالص تمام. انا ممكن اقفل الملف ده خالص. هنيجي نطلع نبص على سطح المكتب، هنلاقي نفتح اول فايل كده ادي النيو تكست اللي احنا كنا عاملينه بحرف تي، بقى عباره عن تكست مفتوح عندي زي ما انا باجي اعمل اي تكست تمام، وبينهم سبيس وبينهم سبيس. طيب يا باشمهندس طب والتاني؟ هنفتح التاني كده هنلاقيه بيفتح لي ملف اكسل. بس هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا ما عنديش حاجه اتغيرت، ان انا عندي اللي حصل ان الكلام بعد ما كان هو على اليمين بقى على الشمال. طب هو ده ينفع؟ انا هو انا عايزه كده؟ مش انا مش عايزه كده. طب انا عارفينه واقوم جاي هنا نضغط كليك يمين عند اوبن ويز ونختار اوبن ويز نيو باك، هيفتح لي ملف في نفس الملف هنا. هنيجي هنا نقول له لو سمحت سيف از، سيف از نيو وان، وقول له سيف، هيعمل لي ملف تاني اهو. ونيجي عند الملف ده نقول له امسح انا مش عايزه. بقى عندي الملفين اهو، واحد ما بينه سبيس وواحد ما بينه كوما. بس خد بالك بقى، احنا لو جينا نفتح هنا برنامج الرسام الكوما هيطلع عندك حاجة من الاتنين، عشان بس نكتب الكوما هيطلع عندك حاجة من الاتنين، يا اما هيطلع عندك الشكل اللي انت شايفه ده، يا اما هيطلع عندك الشكل ده. تمام، ايه الفرق ما بين الشكل ده والشكل ده؟ اولا البرنامج ما بيقراش غير الشكل ده، يعني الشكل ده البرنامج هيقول لك سوري انا مش عارف اقراه. تمام، البرنامج ده انا مش هنعرف يقراه، لكن ممكن يقرا ده. هو كان هو بيقراه تمام، يعني البرنامج عندي هيقرا الصيغه دي عادي. انا عندي لو جيت ابص هنا هنبص نلاقي ان الكوما عندي بالشكل ان البرنامج بيقراه. طب يا باشمهندس لو حصل ان انا عندي البرنامج قرا بالصيغه الثانيه هعرف اعدلها؟ هو موضوع حاجه تخص الكمبيوتر سيستمنج، هنعملها من خلال الكمبيوتر سيستمنج. ازاي؟ من قائمه سكايب هنختار كنترول بانل، هيفتح لي القايمة دي، هنختار الريجن اند لانجويج، الريجن اند لانجويج دي تمام، هيفتح لي القايمة دي، نخش عند الاديشنال سكينج، الاديشنال سكينج تمام. هنيجي عند حاجة اسمها الليسك از بريكول، الليسك از بريكول. هنيجي هنا هنلاقي ان احنا ممكن اختار الكوما دي وممكن اختار الكوما دي، لكن ممكن تلاقي عند واحد واحدة بس، يعني ممكن تلاقي عنده دي بس تمام. فانا بقوم جاي مدخل الصيغه دي تمام، واقول له ابلاي، واقول له اوكي، ما عملوش ريسيت لان هو مش هيعمل ريسيت وهيفضل على الصيغه اللي هو سايبها دي تمام. فانا هقول له ابلاي واوكي بعد ما دخل تمام. نقفل الكلام ده بقى. تمام خلاص، فانا عارف ازاي هعدل الصيغه بتاعتي تمام، وازاي اخلي البرنامج يقرا الكوما بتاعتي تمام. عرفنا السبيس، عرفنا الكوما، عرفنا كل حاجه عنها. طب دلوقتي يا باشمهندس البرنامج هيقرا الملف برضه ازاي؟ انا مش عارف، انا برضه لسه مش عارف البرنامج هيقرا الملف ده ازاي. بص يا سيدي، هنفتح الملف بتاعنا الكاك عادي، وبنمنع عشان البرنامج يقرا كلامنا، وبنمنع طريقه من الاثنين، وبنمنع حاجه من الاثنين. ازاي اخلي الملف البرنامج يقرا؟ بص يا سيدي، اول حاجه ممكن اجي هنا عند كلمه بوينت واقول له كاني، هيفتح لي القايمه دي، او اجي عند البوينت هنا واقول له بوينت كاني عشان تمول، هيفتح لي نفس القايمه تمام. يا اما من بوينت كاني بوينت هنا او بوينت هنا، وامشي نفس الخطوه. وبعدين هنا
هاجي هنا عندي حاجة اسمها الامبورتبوينت. الامبورتبوينت الامبورتبوينت دي يا باشمهندس دي عبارة معناها ايه باللغة العربية كنوع من الترجمة الحرفية، معناها ان انا بقول له لو سمحت اعمل لي اسكراد لنقط معينة، اسكراد لنقط معينة. يعني هبتدي اعمل نفس الكلام اللي انا هبتدي اسكنوري من النقط اللي البرنامج بيقرا الصيغه بيها، لان انا عندي البرنامج ما بيقراش ملف اكسل، بيقرا صيغه معينه اللي هي صيغه التكست. تمام، فهاجي هنا عند الامبارك بوينت بيقول لي هنا اختار الصيغه، فانا عاده بحب اختار الصيغه الاول قبل ما اختار الملف. ليه؟ عشان خاطر ما اتلخبطش، عشان خاطر ما اتلخبطش. بس لو انت عكست واخترت الملف الاول قبل الصيغه مش مشكله، بس اهم حاجه تعرف انت تقراه كويس. بمعنى انا دلوقتي هختار الصيغه بتاعتي من اول. في حاجه برضه قبل ما اختار الصيغه، ان انا لو بصيت عندي هنا هنلاقي مثلا ان في اي ان زد دي سبيس جنيمتك، لو نزلنا تحتها مثلا بخطوتين البي اي ان زد دي قامة جنيمتك. طيب يا باشمهندس تعالى هنا نختار الملف بتاعنا، هنا هنيجي نختار الملف بتاعنا من على الديسك توب، هنلاقي ده لو جينا نفتح نعمله كليك يمين اوبن، هنلاقي جنبي سبيسة. هنختار مثلا الملف هو جه او جه واحد مش هيفرق معايا في حاجة، فانا هقول له افتح لي الملف ده. خد بالك ان احنا اخترنا الملف سبيس. تمام، يعني هو دلوقتي اتعرف على الملف. اوكي، انا جه الملف ده انا بتعرف عليه. طب لو قنعني مثلا لو انا جيت مثلا هكليك ده ومسحته واضف له ملف تاني، ملف وليكن ملف ده مثلا، هيجي يقول لي لا غلط، الملف ده انا مش متعرف عليه، انا ما اعرفوش. ده ملف فيه كلام على فكره، ما فيهوش بايت. تمام، ونلاقي ان الثقه بتاعتي اتمسحت من هنا عشان خاطر انا البرنامج مش فاهم هو ايه اللي دخل له. تمام، البرنامج دخل له حاجه مش فاهم هو ايه اللي دخل له، فببتدي امسح الكلام ده واقول له خلاص يا عم احنا عايزين ندخل الثقه دي. قال لي ايوه الثقه دي تنفع. تمام، طيب تعالى كده نختار الثقه بتاعتنا، احنا عايزين احنا واخدين سبيس. تمام، احنا ننزل اتنين في رقم اتنين، ايه ده ما بينزلش ليه؟ لان البرنامج اوتوماتيك طالما اختارك منفذ اختارك المنفذ سبيس بيمسح اوتوماتيك هو عنده من التعريفات بتاعته ال القمة، عشان انت ما تتلخبطش كمهندس مصنف. في علامك انت كنت انك مدخله هتلاقي كله سبيس سبيس سبيس، ما بصينا فوق ورحت هنلاقي سبيس عشان خاطر انت ما تتلخبطش. تمام، لقيت النقط بعد كده هتلاقيها النقط موجودة قدامك اهو زي ما انت شايف اهو النقط كلها اهي. تمام، وبعد كده ممكن اقول له لو سمحت حطها لي في جروب. تمام، الجروب ده هو هيقول لي طب لو سمحت سمي لي الجروب ده. تمام، فانا هنيكن الجروب ده انت بتسميه زي ما انت عاوز، انت بتسمي البوينت جروب ده زي ما انت عاوز. تمام، انت ممكن تسميه حتى لو انت هتسميه باسمك او اسم واحد صاحبك مش مشكلة، انا مثلا هسميه ام او اتش. تمام، وهقول له اوكي. تمام، بعد كده بقول له اوكي. بنستنى شوية على الجهاز، لأن الجهاز زي ما قلت لك النقط دي نقط كتيرة أوي، والمشروع ده كان مشروع حقيقي. وعارف الجهاز البرنامج السيرفر لما بيجي عليه برنامج ما بيفضلش يبقى معاه برامج تانية، لأنه البرامج التقيلة في برنامج في مجال بصفة عامة، فبنسيبه ياخد وقته شوية كده. معلش اجي هنا العلامة، طالما العلامة الزائد دي او الصليبة دي ظهرت معايا بيبقى معناها ان المشروع اترفع على البرنامج. طب هو فين يا باشمهندس؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده اهو، هنضغط زد اي انتر، هنستنى شوية هنلاقي ان المشروع اللي احنا عملناه ايه يعني شكل الطريق بتاعي اللي احنا عملناه اهو. بس هنلاقي مثلا ان الخطوط داخلة ببعض، مثلا هنختار مثلا سكين واحد من 200 مثلا عشان نصغر السكين شوية. تمام، اهو الخطوط بعد شوية عن بعض. تمام، تاني الملف بتاعي اهو، اجي الطريق بتاعي هنلاقي ان في مثلا عندي هنا مساحة حاجات فاضية. تمام، هنلاقي يعني عندي الطريق مثلا في هنا دخانات. طب ايه يا باشمهندس الدخانات دي؟ دي مثلا ممكن يبقى بيت، ممكن يبقى رصيف، ممكن يبقى حرم طريق، ان جانا هيك حرم الطريق بتاعي. تمام، اجي شكل البوينت بتاع الطريق اهي اهو، واخدين اهو
هنا في بوينت اسمه، هنا في بوينت اسمه، هنا فاضي، ممكن يبقى رصيف مثلا، ممكن يبقى محل، ممكن يبقى اي حاجه، الله اعلم. تمام، دي حاجه بقى بتاع المساحه. بنبتدي بعد كده ندخل الملف ده، ونبتدي نعدل على البوينت بيس بتاعتنا. مش هينفع اكمل اكتر من كده عشان انت ما تزهقش مني، بس دي مقدمه مبدئيه كده. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هتبقى بجاية شغلنا احنا كمهندسين، تكونوا ازاي هتعامل مع النقط من بعد ما البرنامج بدأ يراها. هنبتدي نتعلم ازاي نعمل التعبيرات على البوينتس كلها، ونعمل السيرفيس في المحاضرات اللي بعد كده، والالاينمنت والبروفايل، كل ده هنتعلمه بالتفصيل بإذن الله في الكورس. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.